تحيط الأبنية المدمرة بتجمع كبير من الباعة وسكان مدينة بنغازي الذين جاءوا للتسوق في أروقة سوق الحوت كما اعتادوا أن يفعلوا مع إطلالة شهر رمضان من كل عام. هذه السوق الموسمية لا تقام إلا في رمضان، وهي مخصصة لبيع كل ما لذ وطاب من الخبز المصنوع منزلياً إلى الأكلات الشعبية الليبية، مروراً بالحلويات التي يتم إعدادها في هذا الشهر الفضيل. منطقة البلاد، يعني كيف نقول لك، البلاد بصفة عامة وسوق الحوت بصفة خاصة له نكهة في رمضان، يعني ما نعرفش كيف نوصفها لك، يعني بالذات لما يكون شهر رمضان مبارك على أبوابه ويبدأ تحق هنا الأيام قبل 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 الكبيرة بأيام، تلقاهم يخطوا ويقسموا في المكانات وتبدأ من أول أيام، طبعا أنت عارف تدريجيا يبدأ الحياة فيها بسيطة وبعدين تبدأ. والشيء الثاني، يعني هم حرمونا منها 3 سنين، يعني كيف نقول لك، كيف ما طلعت الحوتة من البحر، هذا اللي صار لنا نحن، يعني عرب البلاد كلنا بصفة عامة وبنغازي وخاصة. يعني بعد تخفيض الإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا لأدنى مستوياتها، عادت الحياة تدريجيا إلى مدينة بنغازي، وأطلق المواطنون العنان في الأسواق الشعبية من جديد بعد أن كان الحجر الصحي مغيما على شوارعها وأزقتها. أنا أتمنى كل واحد يقعد في حوشة منه ما نعم، لكن نحن مش واخدين على قعد في الحوش، يقلقوا العويل ويقلقوا الصبايا لما يقعدوا في الحوش، خاصة الناس الكبار في العمر. لا قمعد يا ليد، اقعد يا بنية، انت ترينا شاي، تعقد المرأة، سيدة الكوجينة المرأة وما تطلعش، لو كانت تطلع المرأة تدور تنفس على خطرها شوية ممكن، عرفت، لكن تو ما فيش الكلام هذا، كارولا كارولا يبجعوا فينا. خلال التجول بين الباعة الذين يفترشون جانبي طريق سوق الحوت، تلمح السعادة وهي تقفز من وجوه العابرين من سكان بنغازي بعد استعادة قلبها النابض قبيل سنوات من سيطرة تنظيم داعش على المنطقة. عادت الحياة إلى مناطق وسط البلاد داخل مدينة بنغازي لتطفو أجواء رمضان الشعبية على الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا التي لم تعد محض انشغال المواطنين هنا، وكأن الشارع البنغازي يقول نحن من نحارب الموتى بالحياة. لقناة اليوم، أحمد بن عاشور، بنغازي.